عدد الركعات جاء في صحيح البخاري أولا أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم جاء في موطأ الإمام مالك وهو غير الناس السند الصحيح أن عمر الخطاب لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما أمره أن يصلي به 11 ركعة. هذا سنة الرسول وسنة عمر الخطاب نور على نور. أما ما يفعله الناس اليوم فهذا لا يعرف له أصل في السنة، فإنما حدث ذلك فيما بعد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. بينكم كلامي عذاب من الآن عظيم. بنظر عن جزء كتاب الله، كتاب سنة هو عند الخلفاء، ولكن هذا يقع بهذا هذا الشيء. هذا يدل إذا كان يدل على شيء كما أرى وأدعى أنه الجماعة على درجة كتاب الله، ولكن لا يتخلقون بجميع أخلاقه. نعم. لو تخلقوا بأخلاقه ما وقع بينهم هذا. كل ما كان الصحابة عنهم تبينهم يفتحون فالكتاب طالبوا أن يقول وقل جاي زائد من يقول لك هي أحسن وذكر المسلمين إنعى وذكر حسن إنعى أشد دعوة الكفار وحمر بينهم وزيدة مع المؤمنين عائدة مع الكافرين ولكن مع الأثر نجد جماعة من هذه السلفيين كما ظاهر بنفسه في العذاب الذي لا ينبغي أن تكون المؤمنين من يجلس من أولياء بعض من بعض. فأريد أن نرجع في النهاية لإخواننا الشافعيين لا يفعلوا بعض من بعض لدورهم الاثنين وعلى الفتنة وقبل أن يجب أن يكون في أحسن كذلك كأننا دائما استعمل فيه أحسن في الله فيدفع دائما الدين فيه أحسن يعني تعمل التسامح من بعض من بعض لا تنفعل بينما نرى هؤلاء على ضلالته اعتبارا البدع وطاعتهم العمياء المشايخين من عقوق طاعة الله يجعلونها مع ذلك متحدين في الوقت ليس أن طاعة عمياء لا شيء على عمياء عم يدعون مع اتباع الدين كتب أن يكتب بينما جماعتنا مع المتنورين يفهمون الدين على وجه الصحيح ولكن مع الأسف لا يتخلقون تماما بأسف هذا ما أريد أن أجل إليه طيب أردت أن أجل إليه التواصل بالحق والتواصل بالشرط.